كاسل هي مدينة تقع في وسط ألمانيا في ولاية هسن، يصل تعداد سكانها إلى 200,507 نسمة، بها جامعة تسمى باسمها، وقد أنشئت عام 1971. يمر بها نهر صغير يسمى نهر فولدا، بها تواجد كبير للجالية التركية، تمتاز بقلعتها المعروفة باسم هيركوليس المطلة على جميع أنحاء المدينة وضواحيها. يقام فيها كل 5 سنوات معرض دوكومنتا، وهو أكبر معرض للفن الحديث في العالم. تتألق مدينة كاسل بثروة هائلة، كذلك توجد في المدينة 2 من أعظم حدائق أوروبا. في غرب المدينة يقع أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، تتناثر الآثار الرومانسية على أحد التلال، وقصرا كلاسيكيا جديدا به معرض للسادة القدامى، وميزات مائية سحرية، وتمثال هرقل الذي يعود إلى القرن 18 والذي أصبح صورة البطاقة البريدية للمدينة. ثم على نفس المحور على الجانب الشرقي من كاسل توجد حديقة وقصر على الطراز الباروكي، حيث يوجد حمام رخامي رائع ومجموعة من الأدوات العلمية التي تعود إلى قرون.